الحمد لله، الحمد لله الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم، وجعل وجوده من الأدلة على موجده ومصوره العليم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يخلق ما يشاء ويختار بأسباب قدرها وحكم دبرها، الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، إمام الأولين والآخرين، وصفيه من خلقه أجمعين. اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك محمد، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسانٍ إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله تعالى الذي خلقكم وصوَّركم فأحسن صوركم ورزقكم المال والبنين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، حكمة الرب جل وعلا اقتضت أن يكون جنس بني آدم رجالاً ونساءً. يا أيها الناس، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساءً. هذه حكمة الرب جل وعلا، خلق آدم من تراب، خلق حواء من ضلع آدم. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، كون جنس البشر من النساء والرجال، ليبقى النوع الإنساني وتعمر الدنيا وتستمر إلى أن يقضي الله أمرًا كان مفعولًا. وأخبرنا جل جلاله أنه قسم العباد نحو هذا أقساما، فمن عباده من جعل ذريته إناثا، ومن عباده من جعل ذريته ذكورا، ومن عباده من منحه الجنسين الذكور والإناث، ومن عباده من جعله عقيما لا يولد له. وكل ذلك بحكمته وعدله ورحمته وكمال علمه. قال تعالى: لله ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثاً ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكراناً وإناثاً، ويجعل من يشاء عقيماً، إنه عليم قدير. فهو عليم بهذه الأصناف كلها، وهو القادر على إيجادها. تعالى وتقدس، لا يُسأل عما يفعل وهم يُسألون. معاشر المسلمين، ها هو الزوج يعيش لحظات متوترة، يذهب ويجيء، يقوم ويقعد، مضطرب الحال، متلهف الفؤاد، ينتظر خبر زوجته التي ضربها المخاض، ويتحين عندها بشرى تزف إليه أو همسة عزاء تسعى إليه. وبينما هو على تلك الحال يأتيه الخبر: أن قد رزقت بنتا، أن قد رزقت بنتا. فعبس وبسر، تغير وجهه وتقطب جبينه، وعلى محياه كآبة سوداء، ولازم مخبره ركام من الضيق والأسى. أما لحظة تفكيره في تلك الحال فهو أمام خيارين لا ثالث لهما: إما أن يمسكها على هون، أو يدسها في التراب. ألا ساء ما يحكمون. ذلك عباد الله واقع مظلم من حال الجاهلية الأولى، التي كانت تتشاءم بالبنت، وترى أنها عنوان العار ورمز التعيير، وكان من مأثور قولهم لبعضهم بعضا: إذا رزق أحدهم بنتا آمنكم الله عارها وكفاكم مؤونتها. بل بلغ من جهلهم وجهالتهم أن الرجل منهم كان يحلف على زوجه أن يفارقها إذا وضعت له بنتا، حتى قالت إحداهن تشتكي حال زوجها: ما لأبي حمزة لا يأتينا، يظل في البيت الذي يلينا، غضبانا ألا نلد البنينا،
تالله ما ذلك في أيدينا، فنحن كالأرض لزارعينا ننبت ما قد زرعوه فينا. فجاء قانون الإسلام وجاءت شريعة السماء فرفعت تلك البنت من الذل والمهانة إلى قمم العز والكرامة، وجعل الإسلام للبنت من الفضائل والمنح ما تمتد نحوها الأعناق وتهفو إليها القلوب والأشواق. فيا عائنا للبنات، فيا عائنا للبنات، أبشر بحجاب من النار، واستبشر بالجنة دار أهل الأبرار، وابتهج بصحبة المصطفى النبي المختار. روى البخاري في الأدب المفرد والإمام أحمد في مسنده، وهو حديث حسن، عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان له ثلاث بنات فصبر عليهن وكساهن من جدته كن له حجابا من النار. وقال صلى الله عليه وسلم: من كان له ثلاث بنات يؤويهن ويكفيهن ويرحمهن فقد وجبت له الجنة. فقال رجل من القوم: واثنتين يا رسول الله؟ قال: واثنتين. وروى مسلم في صحيحه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة، جاء يوم القيامة أنا وهو، وضم بين أصابعه. وروى الشيخان عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار. قال القرطبي رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم بشيء من البنات يفيد بعمومه أن الستر من النار يحصل بالإحسان إلى واحدة من البنات. إخوة الإيمان، ولعظم مكانة البنت ومنزلتها السامية وبركتها المتعدية، ذكرها المولى عز وجل في معرض الامتنان على عباده ونعتها بالهبة. قال سبحانه: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. بدأ بهن ليبين للعرب ما كانوا عليه من فساد الأخلاق في وأد البنات، فجاء بذكرهن حتى يعلم أهميتهن في ذلك. قال بعض السلف: الولد الذكر نعمة والبنات حسنات، والله يحاسب على النعمة ويجازي على الحسنات. أما أكرم الخلق وخير الرسل صلى الله عليه وسلم فما عاش له من الولد إلا البنات، فكان عليه الصلاة والسلام أباً لأربع بنات. أما حاله مع بناته وإكرامه لهن وعطفه عليهن، فما ظنكم بقلب كان يتدفق رحمة ومحبة لأصحابه، فكيف بنسله وبنياته؟ لقد حباهن صلى الله عليه وسلم من الرعاية أعظمها، وكساهن من العناية أكرمها، فعشن بعد ذلك في بيت النبوة حيات هاديات تائبات عابدات مهديات. تروي لنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها شيئا عن عطف النبي صلى الله عليه وسلم وحسن تعامله مع إحدى بنياته، فتقول: ما رأيت أحدا كان أشبه سمتا وهديا برسول الله صلى الله عليه وسلم من فاطمة رضي الله عنها. كان إذا دخلت عليه قام إليها فأخذ بيدها وقبلها وأجلسها مجلسه، وكان إذا دخل عليها قامت إليه فأخذت بيده فقبلته وأجلسته في مجلسها. عباد الله، وللبنات على آبائهن حقوق
وللبنات على آبائهن حق معلوم وواجب محتوم، من فرط في حقها فقد ظلم البنت وخان الأمانة، وفرط في الأجر الكبير الوارد في فضل رعاية البنت والإحسان إليها. إن أول ما يجب على الأب اتجاه ابنته أن يربيها على الصلاح، ويغرس في قلبها بذرة التقوى، وينمي في شعورها مخافة الله ومراقبته، ويغذي في وجدانها محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، والاستسلام لأوامرهما، مع تعليمها منذ صغرها الواجبات والآداب الإسلامية. نعم إخوة الإيمان، الحياء سر أنوثة البنت وأصل في فطرتها، فاحرص أيها الأب المبارك على تأصيل هذا الخلق الكريم في نفس ابنتك، ليكون مبدأً لها بعد ذلك من الوقوع في المهالك، فإن مشت فعلى استحياء، وإن تكلمت فعلى حياء، وإن عملت منعها الحياء عن مخالطة الرجال. وصدق الحبيب صلى الله عليه وسلم: الحياء كله خير، والحياء لا يأتي إلا بخير. أيها الأب المبارك، خيانة في حق البنت وغش في تربيتها حينما تسهل لها الفساد والانحراف، وتشرع أمامها أبواب الشر من خلال قنوات السوء والمجلات الخليعة والقصص الغرمية التي تثير الشهوات وتؤجج العواطف وتقتل الحياء وتنخر القيم وتخادع العقول بالحب البريء والعلاقات الهادئة مع الجنس الآخر، وغيرها من العبارات التي وقع في كماشتها بعض بنات المسلمين اللاتي ما عشنا إلا في بيوت طاهرة وأسر متعففة. أيها الأب المبارك، اعلم وفقك الله أن ملأ فراغ البنت ضرورة في هذا العصر، فاحرص على ملء وقتها بالنافع المفيد من حفظ القرآن وتلاوته والقراءة النافعة، أو إشغالها بالأمور المباحة والهدايات المناسبة لأنوثتها. أيها الأب المبارك، بنتك وفلذة كبدك أمانة في عنقك، وسعادتها في الحياة واستقرار عيشها منوط بحسن اختيارك لزوجها، فاحرص رعاك الله على ألا تسلم صفيتك إلا لمن ترضى دينه وخلقه وأمانته وسيرته. وفي الحديث يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فأنكحوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. رواه ابن ماجه وصححه الحاكم. نعم يا عباد الله، لا تكن من الآباء الذين يبحثون لبناتهم أزواجاً ذو شهادات عالية ومناصب سامية ودخل مرتفع، وغفلوا عن الأوصاف الدينية من محافظة على الصلاة والابتعاد عن المحرمات. لا تضيع ابنتك مع زوج لا يصلي ومجاهر بالمعاصي بحجة أنه ابن عمها أو ابن خالها أو قريبها، وزد على ذلك من يتاجر بمهر ابنته وجعلها سلعة له نحو الثراء. أيها الأب المبارك، لا تكن ممن يترك ابنته خراجة ولاجة لا يسأل عن ذهابها ومجيئها، بل والأعجب من ذلك أن يسمح أن تسافر للسياحة لوحدها أو مع صديقاتها. لا تغفل عن حجاب ابنتك وتتعامى عن لباسها وكأن الأمر لا يعنيك، وكأن الأمر لا يتعلق بعفة وطهارة وخلق وحياء ودين. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، قال علي رضي الله عنه: علموهم وأدبوهم.
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيماً لشانه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً. أما بعد، فيا أيها الأب المبارك، اعلم وفقني الله وإياك لطاعته أن من حسن رعاية البنت وجميل تربيتها الجلوس معها والتبسم لها والحديث إليها. كن أيها الأب المبارك قريباً من ابنتك، تسمع شكايتها وتتلمس حاجاتها وتنصت لهمومها وتنمي اهتماماتها مع غض الطرف عن عثراتها وزلاتها، حتى تشعر البنت بعد ذلك بالأمان القلبي والاستقرار النفسي مع والدها، وحتى لا تحدث فجوة واسعة بينك وبينها، لتستمع منك ابنتك أيها الأب المبارك عبارات الحنان وكلمات العطف ولغة اللين. كن مستمعاً جيداً لحديثها، لا تمنعها الكلام ولا تصادر منها حق الحديث. تذكر أنك الأول والأخير في حياتها، فلا تقتل هذا القرب منك، والثقة العمياء بك بالمشاعر الميتة واللغة الصاخبة والتعامل الفج. لقد جفى آباء اتجاه بناتهم فحرموهم المشاعر الحانية والأحاسيس الدافئة، فكانت نتيجتها أن ذئاباً من البشر أوقعوا فريستهم بمعسول الكلام. ثم لا تنسى بعد ذلك أخي المبارك أن ترفع أكف الضراعة لمن رزقك هذه الهبة، أن يصلحها في دينها ودنياها، وأن يسر عليها في دنياها وأخراها. فابتهال الأبوين ودعاؤهما لأولادهما من أسباب قبول الدعاء، كما صح بذلك الخبر عن سيد البشر صلى الله عليه وسلم، وهي صفة لعباد الرحمن الصالحين الذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وأخيرا، بشارة أزفها للذين لم يتزوجوا أو لم يرزقوا بالبنين ويبحثون عن الأجر والثواب. اسمع إلى هذا الحديث عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عال ابنتين أو ثلاثا أو أختين أو ثلاثا حتى يبن، أي ينفصلن عنه بتزويج، أو يموت عنهن، كنت أنا وهو في الجنة كهاتين. وأشار بأصبعه الوسطى والتي تليها. رواه ابن ماجه وصححه الألباني. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس أحد من أمتي يعول ثلاث بنات أو ثلاث أخوات فيحسن إليهن إلا كن له سترا من النار. رواه الطبراني وصححه الألباني. يقول ابن باز رحمه الله: وهذا يدل على فضل الإحسان إلى البنات والقيام بشؤونهن رغبة فيما عند الله عز وجل، فإن ذلك من أسباب دخول الجنة والسلامة من النار. ويرجى لمن عال غير البنات من الأخوات والعمات والخالات وغيرهن من ذوي الحاجة، فأحسن إليهن وأطعمهن وسقاهن وكساهن، أن يحصل له من الأجر مثل ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حق من عال ثلاث بنات. وفضل الله واسع ورحمته عظيمة. هذا، وصلوا وسلموا رحمكم الله على الرحمة المهداة والنعمة المسداة محمد ابن عبد الله، كما أمركم ربكم تعالى فقال جل في علاه:
إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة الحق في الغضب والرضا، ونسألك القصد في الفقر والغنى، ونسألك نعيما لا ينفد، قرة عين لا تنقطع، ونسألك الرضا بعد القضاء، ونسألك برد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك، ونسألك الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم أعنا ولا تعن علينا، اللهم انصرنا على من بغى علينا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك عيش السعداء وموت الشهداء، والحشر مع الأتقياء، ومرافقة الأنبياء. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم ارزقه البطانة الصالحة الناصحة التي تعينه على الخير وتدله عليه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة قنا عذاب النار، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.